بص هو موجود في يعني في كتب بتتكلم عن الكارديولوجي او بيتكلم عن الشيست فاهم، مش فارقه. هو بالمونري امبوليزم يعني انفكشن اوف انسولبل ماتيريال، غالبا بتبقى ديتاتش ترومبس في البالمونري سيركيوليشن، ان انفكشن اوف ان انسولبل ماتيريال ان بالمونري سيركيوليشن. في حته نفهمها كده، نفكرها في الاول، ان اللنج بيكون ليها دبل بلاس سبلاي، بيكون ليها بالمونري وبيكون ليها برونكيال. بمعنى لو دي كده الترمينال برونكيول وادي الانجلوتين، وهنا في الانترستيشن، بيكون في عندنا بلاد فيزلز هنا. البلاد فيزل ده هو اللي بيحصل عن طريقه عمليه الجاز اكسشنج، يعني هنا داخل الاكسجين او هنا في سي او 2 بيحصل جاز اكسشنج. اول ما يحصل جاز اكسشنج البالمونر يبدا يغذي المنطقه دي كلها، يبقى الالفيولاي والانترستيشن بيتغذوا عن طريق البالمونري سيركيوليشن. يعني اول مكان حصل فيه جاز اكسشنج بدا الغذاء الاول، وده كلام منطقي جدا. وبعدين راح الدم للليفت سايد اوف هارت وطلع في الاورطه، طلع برانش من الاورطه للبرونكيال بيغذي البرونكاي او البرونكيولز، يعني بيتغذى عن طريق برونكيال ارت. يبقى انا عندي بالمونري سيركيوليشن وعندي برونكيال سيركيوليشن، طبعا بيكون في بينهم انستمولز. عشان كده نقول حاجه، فكره ان حد يحصل له بالمونري امبوليزم كتير، يعني البالمونري امبوليزم كتير لكن البالمونري انفاركشن هيبقى قليل، لان اللنج يبقى فيها. وعشان حد يقولك صراحه، يعني عشان حد يحصل له بالمونري انفاركشن ناتج عن بالمونري امبوليزم لازم يكون هايبوتنسيف، لازم يكون اصلا ضغط واطي. فلما يكون ضغط واطي يعني الدم اللي جاي من البرونكيال كميته قليله، ولما يحصل له ساعتها امبوليزم يؤدي الى، يعني شرط اساسي لو حد يحصل له بالمونري امبوليزم الضغط بتاعه، يعني لو الضغط عالي مستحيل يحصل له امبوليزم. ليه؟ لان انا عندي دم جاي تاني جاي عن طريق هذا البرونكيال. فاهم انت الحته دي؟ دي النقطه الاولى. في مشكله النقطه الثانيه، اي اورجان له دبل بلاد سبلاي ويحصل فيه انفاركشن، يتميز هذا الانفاركشن انه هيموراجيك انفاركشن. اي اورجان له دبل بلاد سبلاي ويحصل فيه انفاركشن يتميز انه هيموراجيك انفاركشن. بمعنى حصل هايبوتنشن واتقفل برانش من البلمونري والحته دي بدات تموت، يحصل فيها انفاركشن، بس في دم جاي من هنا بيقع عليها، الدم اللي عمال يقع عليها من هنا، اللي عمال يجي عليها من هنا، الدم اللي عمال ينزل من هنا بينزل على ابنورمال اريا، على حته فيها انفاركشن، اصلا بيطلع منها بروتيوليتك بروتين يقعد يكسر كرات الدم الحمراء المحصله بتاعتي، هي هيموليتك انيميا وجوندس. عشان كده ما تستغربش الناس اللي حصل لها بلمونري امبوليزم النهارده انفاركشن النهارده، بكره بقى عنده جوندس، بكره بقى عنده فيفر، عنده جوندس وفيفر عشان تكسير كرات الدم الحمراء. لما اقول لكم من ضمن اسباب الهيموليز البلمونري انفاركشن، ولما اقول لك من الحاجات اللي تعمل جوندس في عيان تشيست او في عيان كارديولوجي هي كلمه بلمونري انفاركشن، لان ده ليه دبل بلاد سبلاي، فيتميز الانفاركشن بتاعه انه هيموراجيك، يتميز انه هيموراجيك انفاركشن. وصلت الكلمه دي ولا لا؟ عندي اول حاجه سهله الايتيولوجي، يعني اسهل حاجه اصلا هتعرف تتكلم على الايتيولوجي بسهوله. الايتيولوجي بتاعنا يا اما يكون ترومبو امبوليت، يعني هي ترومبس وحصل لها ديتاتشمنت، يا اما اشياء اخرى. اخلص لي من اشياء اخرى. اجرس ممكن يبقى ايه يعني؟ ممكن تبقى الامبولس ايه تاني؟ ممكن تبقى اير، خد حقنه وكان فيها هواء كتير مثلا، ممكن تبقى فات مع الفراكشر، من اللونج بون ولا حاجه، واخد بالك اللي هو الفات اللي موجود في البون مارو مثلا. ممكن كمان يا اولاد تبقى فورن بودي. تقول لي فورن بودي داخل ازاي؟ بالقسطره. قسطره قديمه استخدمت كانوا زمان عموما استخدموها تاني، فممكن كانت ايه؟ في الاماكن الوحشه يعني، فتلاقي بيحصل منها فريجمنتيشن كده، حتت صغيره وتمشي في الدم، اسمها سيبتك او بارازايتس، يعني اي حاجه بس غير الايه؟ غير كلمه ترومبو امبوليزم. لكن يبقى ترومبو امبوليزم از ذا كومنست، واكثر مكان يجي من البريفر سيركيوليشن عن طريق دي بي تي، which is common. او ممكن يجي من الرايت سايد اوف ذا هارت، وده كلام منطقي. او ممكن يجي بارادوكسيكالي من الليفت سايد. بارادوكسيكالي فروم ليفت سايد اوف هارت. هو انا بقول رايت سايد ليه؟ لان المنطق بيقول لو انا عندي اي حاجه في الرايت سايد هتروح على مين اصلا؟ طريقها سالك لمين؟ لسه قايل حاجه زي كده امبارح مثلا، طريقها سالك لمين؟ مش كده، لكن لو حاجه من الليفت سايد يبقى لابد ان يبقى عندي شنط، فيسموها بارادوكسيكال. اصل اللي في الليفت سايد طريقه سالك ناحيه الاورطه والسيستميك امبولايزيشن. المهم كلمه دي بي تي عشان تحصل لابد من توفر حاجه اسمها بيركاوز ترايات. على فكره هو مش خاص هنا بس، هو بيركاوز ده بتاع اي جلطات، اي جلطات في اي حته لازم يكون عندي ثلاث حاجات. بيلعب في ايه؟ في الفيلوستي، يقول لك عندنا سلو سيركيوليشن، في الفيسكوستي
خد دمه تقيل وفي الفيزل وولي حد عنده راف سيرفس. راف سيرفس ما تقولش اثروسكلروز، انا بتكلم عن مستوى فينز، فتقول لي تروما او انفلاميشن. يبقى لو الفين خد تروما او حصل فيه انفلاميشن ممكن يبقى راف سيرفس، وفي هذه الحاله يبدا يتجمع عليه جلطه. ويا سلام بقى لو دمه تقيل كمان عنده هايبر فيسكوستي نتيجه دي هايدريشن ريتروسايتوزس بوليسايسيميا، عمالين نقول سواء كانت برايمري او سكندري، ثرومبوسايتوزس يعني البليتس عددها كبير، او يكون عندنا هايبر كاريوريت ستيت مع حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، مع النفروتك سندروم، مع الناس يا اولاد اللي عندها لايدنس فاكتور ديزيز، حاجات زي كده. امراض كثيره كلها فيها ثرومبوفيليا، او بيحصل في الستات الحوامل في اللاست تريمستر. قلت لكم ان ربنا بيعمل لهم هايبر كاريوريت ستيت، هايبر كواجيولابريت ستيت، عشان لحظه الولاده يكون عندي كواجوليشن فاكتور كتير وبليتس كتير، عشان يسيبوا الرو اريا اللي هيحصل منها السيبريشن بتاع البلاسينتا، فبيكونوا في حاله هايبر هايبر كواجوليبت ستيت، فدول ممكن يحصل لهم جلطات. كمان انا بتكلم على كلمه دي، كلمه فيسكوستي. يا سلام بقى كمان لو في فيلوستي سلوسيف كيونيشن هارت فيلر، واحد برولونجد ريكومبنسي نايم في سل فتره طويله، كان بيحصل لهم دي بي تي، ودايما سر المساله كده يقول لك برولونجد ريكومبنسي، اقول لك ويز لونج تريب. لونج تريب يعني ايه؟ يعني كان مسافر سفر طويل، وفي السفر الطويل ده بعدين الطيران هو الكرسي صغير يعني قاعد عليه وما بيتحركش من مكانه، غير بقى الناس اللي هم البيزنس كلاس ده بيقعد في حته بقى تلاقي مكانه قدامه مساحه كبيره وحته يتمشى فيها والكلام ده، يقول لك ايكونوميك كلاس يعني ايه؟ الشعبي. لكن بيزنس كلاس ده الحاجه اللي هي الحاجه العاليه، واخد بالك؟ هي الفكره كده، الفكره كده يعني الطيران حتى في كده يقول لك هو سنتر البيزنس كلاس ده بيعملوا كده زي سنتر كده، ناس قاعدين في حته وناس تانيين بقى الشعب، واخد بالك؟ زي القطر الدرجه الاولى والحاجات الثانيه كده يعني. المهم لو ما بيتحركش، ما بيتحركش كتير، ففرصه ان يحصل له ستجنيشن بتبقى فرصه عاليه جدا. المهم يا ولاد بدا يتكون عندي دي بي تي، فالدي بي تي از ا كومنست. عشان كده حتى في المساله يقول لك سويلنج اوف رايت كاف ماسل وتندرنس، دي معناها انا عندي يعني انا عندي دي بي تي. فده وبعد كده حصل بقى ديزني او مغص ومش عارف ايه وتشيست بيج، ما انا خدت البلمودري انفكشن. تيجي من الرايت سايد؟ ما رايكم لو كان عندي فيجيتيشن هنا؟ لو في فيجيتيشن هنا مش ده في الرايت سايد، او حتى في الترايتاز مش ده في الرايت سايد، والطريقه هسالك ايه؟ هسالك مش كده ولا لا؟ فيجيتيشن او مثلا عنده ايه؟ هو الايه بيحصل مين ولا شمال؟ الاثنين. هو لو حصل هنا فيزن صح ولا ايه؟ يبقى لو عندي فيجيتيشن او لو عندي او لو حصل حتى انفاركشن هنا ولا هو مش كتير قوي بس ممكن يحصل انفاركشن هنا، لو في ستاجنيشن هنا يبقى اي حاجه في الناحيه اليمين طريقها سالك ناحيه، او ممكن يجي من الناحيه الشمال. ايوه يجي من الناحيه الشمال، لو كان عندي شنطه يعني مثلا عندي هنا جلطه اتكونت ميورال ولا حاجه، وبعدين عندي شنطه فعدت الناحيه الثانيه، او حتى عن طريق الاي اس دي وتعدي الناحيه، وبالعكس يعني ممكن حد يبقى عنده دي بي تي وتروح الناحيه اليمين ويكون عنده اي اس دي فتعدي للناحيه الثانيه، فاهمني ولا لا؟ او يحصل ريفرسال اوف شنطه وتعدي للناحيه الثانيه عن طريق الاي اس دي، يعني اي شنطه تقلب الدنيا. بس هو انا عارف اللي في الناحيه الشمال بيروح للسيستم واللي في الناحيه اليمين بيروح للبلمونري، اي حاجه عكسيه اسميها بارادوكسيكال. يبقى بارادوكسيكال امبولايزيشن هنا بتكلم عن البلمونري يبقى جايه من الشمال، لكن لما اتكلم عن الستروك واقول لك بارادوكسيكال يبقى جايه من اليمين. فاهمين اللعبه وسهله ولا فيها مشكله؟ على فكره اسهل حاجه في البلمونري امبوليزم الايتيولوجي، فيها اي مشكله؟ سهله؟ طيب الكلينيكال فيتشر اوف البلمونري امبوليزم تعتمد على السايز اوف امبولاس حجمها قد ايه؟ وبتعتمد يا اولاد على هي الاندر لاينج لانج ديزيز اللانج عامله ايه؟ وبتعتمد على النمبر، هي حصلت مره واحده ولا حصلت مرات؟ وبتعتمد كمان مثلا اللي طالعه دي فيجيتيشن وفيها اورجانيزم ولا هي جلطه نظيفه، يعني ما لو فيها اورجانيزم فرصه ان يحصل نمونيا او فرصه ان يحصل لانج ابسس تبقى هتبقى عاليه، اوكي؟ بس انا اقول لكم في اللانج ابسس ممكن يكون سببه بايميا، وده يبقى مالتيبل وفي كل حته، وده اللي بيحصل. ركزوا معايا، انفكت بالاندوكاردايتس، ها واحد عنده بي اس دي فتم عمل ايه عندي كده؟ عمل انجري في النيورال في الناحيه اليمين، اتكونت هنا فيجيتيشن فبقت فرايبل، طارت عملت لي ايه؟ فيجيتيشن كتير راحت اللانكس على الناحيتين، يجي لي ابسس هنا 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 في كل حته، يبقى دي حاله بايميا، يبقى مالتيبل ابسيس معناها ان انا معايا بايميا، واللي بيحصل مع الانفكتد اندوكاردايتس. الفكره اللي عايز اقولها ان الكلينيكال بيكشر بتعتمد هي الامبولاس جت مره واحده ولا مرات؟ طيب حجمها كانت كبيره ولا صغيره؟ طيب هي لما جت اللنج كانت سليمه ولا كان فيها مشكله؟ طب الامبولاس دي كانت حاجه نظيفه كتير كده ولا كان حاجه فيها
كانت سيستم يعني كان فيها اورجانيز، يبقى الكلينيكال بيكشر بتعتمد على اشياء كثيره. طيب اهم حاجه تعتمد عليها هي حجم الامبرس. لو كانت مايليوت حاجه صغيره، غير لما تبقى حاجه اسمها مودريت. المودريت دي اتقفل بس اقل من 65% من مساحه اللنج الباسكولار يعني، او البيج. والبيج دي مصيبه، دي من 65 الى 85 او 80 في بعض الكتب مش هتفرق، ودي نسميها بيج. عارف لو اتقفل اكتر من 85 راحت خلاص، ده صادن ديث. لو اتقفل اكتر من 85% من الباسكولار بيج، يعني ايه؟ لو ده كده الرايت سايد بتاعنا اهو، ها هو ادي البلمودري. فانا بقول لك على حسب المساحه اللي اتقفلت هنا قد ايه. لو اتقفل 85% من الناحيتين اصبح دلوقتي خلاص انا شغال بجنب اقل من 15%، فهذه الحاله دخلنا فيه ده صادن ديث. لكن لو حجمها صغير اسمها مايليوت حاجه صغيره، مودريت اتقفل بس اقل من 65، بيج من 65 الى 85. بصوا بقى، لو كانت حاجه صغيره مفيش مشكله، غالبا اسيمبتوماتيك، الا ان في حاجه انها ممكن تبقى متكرره تتكرر، ولما تتكرر مع الوقت، لما تتكرر تكرارها مع الوقت ها يؤدي الى زياده البلمونري بريشر، يحصل معانا بلمونري هايبرتنشن، ودوت يؤدي مع الوقت الى ها كور بلمونري. طب ياخد وقت قد ايه؟ والله ممكن ياخد وقت كتير، يبقى كرونيك، او ياخد شهر او اثنين نسميها سب اكيوت كور بلمونري. بس هي كتير، هي بصوا هي متكرره بس حجمها يعني، لو عنده حاجه بتطلع حتتين صغيره بس عماله متكرره كل يوم مع الوقت البلمونري بريشر بدا يعلى ودخلنا في كور بلمونري. طيب لو كانت هي ميديم سايز قفل المساحه بس اقل من 65%، بصوا بقى الاثنين دول كده بيشتركوا مع بعض في حاجه، هما الاثنين دول يحصل معاهم بلمونري امبوليزم، ممكن يحصل انفكشن لو كان المريض عنده هايبوتنشن. انا هقول الكلمه وهنقول ايه، هيبقى عنده اكيوت ديست يعني ها، وممكن يحصل له كف، ممكن يحصل هيموبسز، وهيحصل بلوريتك تشيست بين وبلورال ديزيزز، وتاني يوم يحصل فيفر وجوندس. هي دي كلينيكال بيكتشر بس انا عايز تفسيرات يعني. بص يا ولاد، هو ده يجي اكيوت ديسنيا، ده ممكن يبقى كرونيك شويه خلاص يعني، حتى الكور بالمونيال. وبعدين هو ديسنيا لان في مساحه من الرئه ايه؟ واحنا قلنا دايما لما تقل الاريشن بيحصل معانا ديسنيا، والاريشن يؤدي الى كف هيموبسز دي. ويحصل هو في دم رايح، ما الدم اتقفل يا دكاتره، ما احنا اتفقنا انها ليها دبل بلس، انا قفلت من حته وصليت الظروف ان انا معايا هاي بوتنشال، هو هيموراجيك. فدي كلمه مهمه. طب تفتكر يعني في حته من الرئه بتموت، البلور اللي بره بتتفرج عليها، احصل بلورسي ده برايمري ولا سكندري؟ سكندري، يبقى سكندري تو بالمونري انفكشن زي سكندري تو نومونيا، سكندري تو لانج ابسس، يبقى انا عندي بلوريتك تشيست بين، وممكن يعمل شويه هيموراجيك افيوجن يعني، يعمل بلور افيوجن. في اليوم الثاني او الثالث تلاقي عينهم اصفرت وعندهم لو جريد فيبر، ها لان حصل تكسير، والتكسير ده عمل لنا تسيير كره الدم الحمراء، هتلاقي يعمل شويه جوندس وتسيير كره الدم الحمراء، وفي نفس الوقت الحته اللي فيها انفارتن الاثنين بيطلعوا بيروجين، الاثنين يرفعوا درجه الحراره، فهمتوني ولا لا؟ يبقى ثاني يوم دايما يحصل فيبر ويحصل معاها جوندس. دي كلمه مهمه جدا. طب يا دكتور لو كانت الحاله بتاعتي سيفير بقى بيك، اتقفلت مساحه كبيره، عايز بس اقول ميكانيزم كده صغير. لما بيحصل الولاد ان مساحه كبيره تتقفل، مساحه حلوه يعني، فالبريشر هنا يزيد مره واحده فيحصل زي ديستنشن كده. سادن ديستنشن اوف بالمونري ترانك يؤدي الى ريفلكس كروناري سبازم. هتفهم حاجه؟ تاني لما يحصل سادن ديستنشن لهذا البالمونري يحصل معانا ريفلكس، بس مش كده وبس، الله يبارك لكم ركزوا. هو لما يكون البريشر هنا عالي نتيجه ان في جلطات اتكونت او جلطه كبيره سدت، اخبار الدم اللي رايح للنج ايه؟ بقت اوليجامك صح؟ يبقى الدم اللي نازل ليفت ايه؟ والدم اللي يمشي في الاورطه ايه؟ طب ما هو الكورونا بيتغذى منين؟ انت متخيل ان الكورونا في سبازم والدم اللي رايح له اساسا؟ عشان كده الكلمه المميزه هنا هي كلمه تشيست بين. ها تشيست بين دكتور، ما انت قلت لنا ان العيان بتاع المايليوت او الميديوم سايز عنده تشيست بين. لا انا قلت بلوريتك تشيست بين اللي هو نغزه، لكن ده ماجينا بين، ده اكيوت كورونري سندروم، فاهمني ولا لا؟ وعلى فكره ممكن البلمون دكتور البلمونري امبوليزم ربما تؤدي الى مايوكارديال انفاركشن. قول لي الميكانيزم، قول لي الميكانيزمين. الاول سادن ديستنشن اوف بلمونري ترانك يؤدي الى ريفلكس كورونري، دي حاجه. والاتجاه الثاني سيفير لو كارديال انفاركشن
انا عندي اولاد عنده ماركت لوكال ديبابوك اب تو شوك واقفين ولا لا؟ كمل يا دكتور الحته اللي جايه عارفينها كلكم. ولما رفعت البريشر هنا حصل ايه في رايت فنتريكل؟ طيب هنا مش البريشر عالي مره واحده هيدخل في اكيوت رايت فنتريكولار فيلر دي اسمها اكيوت كور بالمونال. اكيوت كور بالمونال انا عنده شوك واكيوت كور بالمونال كمان. اللي عنده سايموزس هو وظائف التنفس كانوا كام؟ ثلاثه. مش كان في فنتريشن الهواء دخل وكان في برفيوجن؟ دي برفيوجن يبقى انا عندي برفيوجن يبقى انا عندي خلل صح ولا لا؟ يجيلنا في اكيوت تسنيا وبعدين مش عارف. ما هو يا اولاد مفيش دم عشان يحصل جاز اكسبشن. واضح معايا؟ ساينوزس تقول لي هوبا الواحد عنده تشيست بين وعنده ساينوزس وعنده اكيوت تسنيا وعنده شوك وعنده اكيوت كوربال مونير. ده بيفكرني بمرض خدناه امبارح ولا اول كان اسمه تنشن نيومون سوركس. فعلا بيدخل معانا وبيفكرني بحاجه اسمها ماسيف مايوكاردال انفاركشن. افتكر معايا ماسيف يعني مساحه كبيره من الليفت فنتريكل ماتت. يبقى البامبا اخبارها ايه؟ يبقى شوك. فكان بيحصل اثنين من الشوك كارديوجينيك وان نيوروجينيك مش حصل. وبعدين يا اولاد مش الدم او الميه اتجمعت الدم اتجمع في اللنج عمل اكيوت بالمونري اديما وانترفيرو وزلاند اكسبشن حصل له ديسني وساينوزس وانفاركشن تشيست بين. نفس الحاجات دي هي تشيست بين وشوك وديسني وهارت فيلير وبتاع ده. وبعدين يا اولاد العيان ديسنيك وسيروتك. فده بيدخل معايا ديفرنشال بانور ثلاث حاجات والثلاث اخطر من بعض. يا ماسيف بالمونري ابوليزم يا ماسيف بايوكاردال انفاركشن يا عندي بايلاترال تنشن نيوموسورج. هو حتى اليونيلاترال تنشن نيوموسورج بيضغط على الناحيه الثانيه يعني ممكن يكون حتى حادثه ومتدمر حتى من ناحيه واحده. وانا قلت لكم الميكانيزم ممكن من كتر البريشر يزق المدياسان تضغط على اللنج الاخرى وتضغط على الجريت فيزنس وتؤدي الى شوك. حصل؟ وانا بتكلم بسرعه عليك. سخفتوا مع الموضوع ليه موضوع خطير اصلا مش بنهرج بقى يعني مش بنهزر. هل الموضوع ايه يا ولاد؟ موضوع وحش. وطبعا لو كان اكثر من 85% مات ايه؟ نقل لك موت اشك مثلا. وبعدين ايه تاني؟ اصلا مفيش يا دكتور اكسبشنج يعني هو هيعيش من غير اكسجين ازاي؟ مش كده ولا يعني اسبيراتوري فيلير مش ده نوع من اسبيراتوري فيلير؟ مش هو يبني كان فنتليشن او برفيوجن او مش ده هنا مش كده؟ قلت له ما هو يا دكتور ما هو الديفيوجن على ايه؟ هو اصلا انا عندي هو انا عندي دم في الدنيا ولا لا؟ دي الفكره. طيب ونفس القصه هيحصل معانا جوندس ويحصل فيفر والكلام ده خلاص كلام متبع. اضف الى الكلينيكال بيكشر لو كانت الامبولاس اللي رايحه سيبتك فيها اورجانيزم ربما يشتكي من نمونيا وربما يحصل له لانج ابسس. واللانج ابسس هيبقى ايه؟ مالتيبل. حلو الكلام. في مشكله في الحته دي؟ يلا عايزين نعمل برضه في الكلينيكال بيكشر هتلاقي اكتيفيتي يعني الكلينيكال بيكشر هتلاقي بين اوسبيرن في الكاف ماسل والكلام ده في اي مكان. عايزين نعمل انفستيجيشن. بصوا في انفستيجيشن حلبانسيشي وفي انفستيجيشن اصليه. حلبانسيشي نعمل اي سي جي واكس راي واجيبكم اللي هي الحاجات بتاعت مين؟ بتاعت القلب. الاي سي جي نوت سبيسيفيك اند مي بي نورمال. الاي سي جي نوت سبيسيفيك اند مي بي نورمال ممكن تبين حاجه اسمها رايت فنتريكولار انلارجمنت صح ولا لا؟ مش هو ممكن يكبر رايت فنتريكولار ولا ايه؟ ممكن تبين باترن كده حاجه اسمها اس 1 يو 3 تي 3 اس 1 مش في حاجه في الاي سي جي. هو دلوقتي ناس جامدين في الاي سي جي مش حاجه اسمها ال 1 ال 1 مش كده؟ هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ يقول لك اس 1 يو 3 تي 3 يعني هتلاقي في الليد 1 هتلاقي اس كبيره. ده المنظر عامل كده. مين الكبيره دي؟ الاس. ها وبعدين تيجي عند 3 هتلاقي في الكيو كبيره الباثولوجيكال كيو وتلاقي تي انفرتد. يبقى في كام حاجه؟ 1 2 3 هم عباره عن ايه؟ اس 1 يعني دي اس فين؟ في ال 1 ومعانا كمان باثولوجيكال كيو في ال 3 ومعانا انفرتد تي في قالوا كده ماشي. فده باترن لو لقيته على فكره بس ميبي نورمال يعني الاي سي جي الناس دول ربما تكون نورمال. حلو نعمل اكس راي. الاكس راي ميبي نورمال. الاكس راي ميبي نورمال ممكن تبين حاجه يا ولاد وريتها لكم على فكره. ها ممكن تبين حاجه موجوده في الكتاب قدامكم موجوده اصلا كمان في بتاع ده في الاشعه. دلوقتي لما جه قفلنا قطر يعني يحصل هنا ايه؟ ويدج شيفت وبس لا وبس بس عامله تراينجولر والابكس سنترال والبيز بتاعتها البريفر والله ممكن تبقى اوليجينيك شويه مش وصلها غذاء يا ولاد. هو ليه تراينجلر؟ مع الديستريبيوشن مش الاصل يبقى كده وبعدين يبقوا اثنين والاثنين يبقوا مش كده؟ فانا قفلت من هنا فحصل لي تراينجل كده. ها والابكس بتاعته سنتر والبيز بتاعته في البريفر والبلورال ديزيز مي بريزنت
ممكن الانفانكشن ده تلاقي الدايفرام اترفع شويه ناحيته مش مشكله، بس هي الويدج شيفت او تريانجل بس هي الكلمه المهمه. نعمل له ايكو نشوف الرايت فنتركل، نشوف الديستنشن، الديستنشن والبلمونري ترانك، نشوف البلمونري بريشر صح ولا لا، كل ده على راسنا من فوق. على فكره نعمل له سي بي سي عشان اجيب له الاسيمي، نعمل له ال دي اتش عشان التكسير، سيرم بالروبن عشان التكسير صح ولا لا، هنعمل له كاردياك انزيمز نورمال، البايوماركرز نورمال. ليه؟ انا ما عنديش انفكشن، انا بتكلم على مين دلوقتي؟ انا بتكلم على بالمونري، انا ده فايز مايوكارديال يعني التربون ده خاص بالقلب مش بقى حاجه ثانيه، فاهمني ولا لا؟ نعمل له حاجه اسمها دي دايمر. انا هبدا بقى في الكلام المهم، هنعمل ابروتش سهل جدا جدا. بص والله لو قلت الكلمتين دول عندي من الدنيا يا دكتور، انت هتعمل حاجه يا دكتور اسمها دي دايمر. انت فاهم قبل كده ايه دي دايمر ده؟ ناتج التكسير، يعني اي حد عنده جلطه ناتج التكسير بيطلع حاجه اسمها دي. طب انا جالي واحد عنده اكيوت تشيست بين واكيوت ديسنيا وهي مبسط وانا واقف في الاستقبال، واخد بالك انا الشك هيبقى قدام الحاله دي ايه؟ حلو كده عامل دي دايمر، لو طلع نيجاتيف اقول الحمد لله الحاله ما بقاش ولا بالمونري امبوليزم ولا ترومبوس في اي مكان، صح ولا لا؟ يعني هو جود؟ خلاص لما تعمل الدي دايمر في احتمالين، ها يبقى نيجاتيف او بوزيتيف، لو كان نيجاتيف خلاص اكسكلود ها بالمونري امبوليزم، صح؟ لو كان بوزيتيف اقول ربنا يستر، احتمال يبقى ايه؟ يقول لي ده مش اكيد، اقول لك لا، هو احتمال يبقى بالمونري امبوليزم او جلطه في اي مكان، طالما موجود يا بالمونري امبوليزم يا جلطه في اي مكان، ممكن يبقى عنده دي بي تي اصلا ولسه ما عملتش حاجه، فاهمني ولا لا؟ هو عنده جلطه، فين ما نعرفش. عايز اعمل حاجه اشوف اللنج، اعمل سبايرال سي تي. ها السي تي على فكره من الحاجات الحلوه وحاجه نون انفيزيف، ها وسبايرال اللي احنا بنسموها الحلزونيه، بتاخد كل حته في اللنج. لو في انفكشن هيبان بس بشرط يكون الانفكشن في ارتري كبير. يبقى لو كان الانفكشن في ارتري كبير هيبان، يبقى دي حاجه من الاثنين، يا تبين لك ان في بوزيتيف يا اما نيجاتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني تقول لك فعلا في بالمونري ها انفكشن ودي تساوي مين ارتري اوكلوجن، يبقى المقبول ايه؟ ارتري حلو يعني، صح؟ طب يا دكتور لو كانت نيجاتيف اقول انا ما عنديش انفكشن كبير، ما فيش حاجه على مستوى الارتريز الكبيره، طبعا عايز اشوف الارتريز الايه؟ الصغيره، او عامل حاجه اسمها فنتليشن برفيوجن سكان، او عامل حاجه اسمها برفيوجن سكان، هتلاقي ارياز اوف هاي بو برفيوجن، تلاقي حتت مش واصل لها ايه؟ الغذاء، ودي هتشخص حتى لو كانت حاجه بسيطه. وبعدين انا عايز اشوف البالمونري فاسكليتشر كلها عامله ايه؟ ممكن اعمل حاجه اسمها بالمونري انجيوجرافي. يبقى انا عندي اثنين ينفعوا بدائل لبعض، يا هايبو يا اعمل ايه البرفيوجن سكان، يا اما اعمل بالمونري، عشان لو كانت في حتت صغيره في اماكن صغيره ابدا اعملها. دكتور انت هتشك هيموتك ان الحاله فيها بالمونري امبوليزم، تعمل ايه؟ لو نيجاتيف امتي، لو بوزيتيف او ربنا يستر، اعمل سبايرال. اشمعنى بقى بالسبايرال دي؟ حاجه نون انفيزيف، هو حاجه سهله تعملها، يقول لك يس ولا نو. لو قال لك يس خلاص خلصنا ما كملش، ولو يس ما تعملش حاجه ثانيه، لو يس يبقى انا شخصت انا عندي وواضح انها في حته كبيره هبدا اعالج بقى. اما لو كان نوم، لو كان نوم لا اقول لا، ما ممكن يبقى فيه انفكشن بس الحته الصغيره، اعمل بيفيوجن سكان او البديل بتاعها بالمونري انجيوجرافي. حلو الكلام ولا ايه؟ وطبعا دي اهم حاجه اصلا، هو مين السبب؟ هو مين السبب؟ يعني مين اشهر سبب يعمل بالمونري انفكشن؟ خلاص اعمل لي دوبلر ودوبلكس على اللور ليمب، يعني شوف لي اللور ليمب اعمل لي دوبلر ودوبلكس عليه عشان نشوف اذا كان هو اذا كان دي السبب ولا فيها حاجه ولا لا. صعبه ولا صعبه؟ انفستيجيشنز مهمه. في مشكله؟ ما هو مثلا مش احنا قلنا بيطلع حاجه اسمها بلازمينوجين، سلك البلازمين يبدا يفك الجلطات يطلع حاجه اسمها دي دايمر. هذا دي دايمر معناها ان احنا عندنا في جلطات، اي جلطه في الكون بيطلع يشتغل، اي جلطه في الكون، بس مش سبيسيفيك طبعا لحاجه معينه. طيب حلو الكلام. بص يا دكتور هنعالج ازاي؟ والله في بروفلاكتيك وفي كيوراتيف ثيرابيوتيك. اولا الوقايه، الوقايه ازاي؟ هتعمل ايه يعني؟ لما حد يبقى عنده مثلا اقول لك حاجه، واحد مثلا ايه عنده جلطات في رجله بتتكون كتير وهو بيقف كتير او عنده استجنيشن كتير مسافر، يلبس شراب حاجه اسمها الاستيك ستوك اللي هو الشراب التركي، او مثلا حد اوريدي هينام كتير غصب عنه وعنده كسر وبتاع، ممكن تديله اللو موليكولار ويت هيبرين او حتى وورفرين. اللو موليكولار ويت هيبرين ده من الحاجات الحلوه يا او في جرعات كتيره منه من 20 ل 40 بتديله كده يونتس، بتاخد سب كيتينس اسمه كليكسان، تدي نص لكل كيلو جرام من وزنه، فاهمني؟ في اليوم. وده ما يحصلش منه نزيف ولا حاجه، بس يحميه من الايه؟
بيهم البلاطات، فده مهم بروفلاكسس. اي حد عنده هايبر كولوريتي يبدا عالجه حتى تمشيه على انتي ان شاء الله يكون مدى الحياه. ما انا مش هفرحك لما تجيله حاجه من دول وتموته يعني. طب يا دكتور حصلت خلاص، انا جاي لي واحد دلوقتي عنده جلطه، انا هعمل ايه؟ جالك واحد عنده جلطه، احنا عايزين نفك الجلطه، تمسك العين ده تشوف هيمو دايناميكال ستيبل ولا انستيبل. يعني ايه هيمو دايناميكال انستيبل؟ عنده هارت فيلير، عنده شوك، عنده مش عارف البلس واقع، الكلام ده حلو كده، ده اسمه انستيبل. لازم اعمل حاجه سريعه. الحاجه السريعه دي يعني حاجات سريعه هتعلم على حاجتين، يا ثرومبوليتيك يا تريدلنبرج اوبريشن، يا حاجه من الاثنين، يا ثرومبوليتيك يا اما نعمل عمليه حاجه اسمها امبوليكتومي. يدخل شيء ايه؟ افتح كده كتابك شايف كلمه ثرومبوليتيك وكلمه اوبريشن، اكتب هيمو دايناميكالي انستيبل مكتوب ولا هيمو دايناميكالي انستيبل. ظروفه صعبه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادي ثرومبوليتيك او اعمل عمليه. حلو يا اولاد، ثرومبوليتيك ثرومبوليتيك هنستخدم حاجه من الاثنين، يا ستريبتوكينيز يا تيشو بلازمولوجين اكتيفيتور. يا ستريبتوكينيز بتدي من ربع لنص مليون وحده از بولس، ثم 100,000 وحده كل ساعه، وتقعد 24 72 ساعه، وكل شويه بتابع العين في تحسن طبعا جرعه كبيره. ايه مشاكل ستريبتوكينيز؟ انرجي وانتيجينستي وبليدنج وقرف. احسن منه تيشو بلازمولوجين اكتيفيتور. انا مش باكل القران. كم؟ 15 50 35 15 ملي از ابولس، ثم 50 نص ساعه، ثم 35 على مدار ساعه، يعني ساعه ونص. ها والتيشو بلازمولوجين اكتيفيتور احسن. احسن ليه؟ طبعا هو ليس الرجيك، ممكن استخدمه مرتين ثلاثه واربعه ما عنديش مشكله، بس مشكلته نعمل بليدنج. بس خدوا بالكم الحاجات دي كلها ممكن ما نعرفش نستخدمها. واحد عنده سيجير هايبرتن، واحد لسه عامل عمليه، واحد عنده ستوك، نفس الكلام بقى. واحده ست حامل، مش نفس القصه. هو ايه؟ قلنا حاجه جديده؟ طيب او عمليه، ادخل عمليه جراحيه، ادخل وشيل الجلطه بسرعه، ده شغل كارديو ثرافيك سيرجري مش بتاعنا، بس اسمها تريدلنبرج اوبريشن. طيب هيمو دايناميكال ستيبل في فرصه، يعني انا ظبطته ما عندوش ضغط مش واطي ولا حاجه، ما عندوش هارت فيلر، في فرصه ان احنا نتعامل شويه مع المريض. نتعامل معاه ازاي بقى؟ هتدي انتي كواجولانت، هستخدم مين؟ هيبرين هو الاحسن، ثم الورفرين، واستمر على الورفرين لفتره، او ساعات اللوم موليكولا. طبعا هو الهيبرين لانه اقوى، يعني الهيبرين اللي انت عايز تحفظه احفظه. بس انا هقول لك حاجه، هندي المفروض يعني المفروض كجرعه كده كجرعه اولى ممكن تبدا معاه ازاي؟ انت بتوزن العيان، بتوزنه حلو كده؟ تبدا تديله 80 وحده على حسب وزنه از ابولس حلو، ثم 15 وحده على حسب وزنه على مدار الساعه. انا هقولها تاني وركزوا معايا، ومكتوبه اصلا موجوده في النيورولوجي. يعني انا هديه بص يا دكتور مثلا وزنه 100 كيلو، فانا قلت هديله 80، هديله 8000 وحده، فانا هديله 8000 وحده از ابولس. هو وزنه 100 يبقى ال 10 بتاعتهم كام؟ 1500. هو وزنه 100 بقى 1500، 1500 وحده كل ساعه، وابدا اتابعه كل شويه بالبي تي دي. فنحهم هبدا الاول اديله 80 وحده لكل كيلو جرام من وزنه از بولس، ثم 15 وحده لكل كيلو جرام من وزنه على مدار الساعه، واعمل فولو اب ازاي؟ في ناس بتسهل، يقول لك اديله 8000 وحده في الاول، وبعد كده ابدا اديله 1000 وحده 1000 وحده 1000، ما يبقاش حاجه تنفع تمشي بالوقت كده مش بعيد. ولازم اتابعه بحاجه اسمها بي تي تي، فاكرين؟ طيب وفي نفس الوقت هبدا مين؟ هبدا الورفرين. ليه هبدا الورفرين؟ على ما يبدا يشتغل، واخد بالك؟ بكون مدي معاه هير اصلا. الورفرين في مشكله في الانيشال دوز ممكن يعمل لي مشكله، لكن اوكي انا هبدا الورفرين ويكون الهيبرين شغال معايا. لما ابدا ادي الورفرين هظبط الجرعه بتاعته على حسب حاجه اسمها بي تي، بس ممكن استمر على الورفرين طبعا ايه لفتره طويله. انت عارف حتى يا دكتور لو جالك حد عنده دي بي تي لوحدها، انت بتبدا معاه هيبرين وورفرين، بعد ثلاث اربع خمس ايام هتوقف بالهيبرين، استمر على مين؟ على هذا الورفرين لفتره طويله عشان تحميه من الكلام ده كله. اضف الى ذلك بس رتب الدنيا، احنا عملنا بروكلاكس صح؟ جالي عنده برمودر امبوليز، امسك عينه واعمل له ايه؟ اشوف هيمو دايناميكالي ان ستيبل، حاجه من الاثنين، يا اما عمليه يا اما ثرومبوليتيك. طب في طبعا كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك لا غنى عن عمليه. اما لو كان هيمو دايناميكالي ستيبل فانا ببدا انتي كوايجولانت. طب بص لو انا اديت له ثرومبوليتيك بعد الثرومبوليتيك بكمل نفس الريجيم بتاع الانتي كوايجولانت. فنحن بعد الثرومبوليتيك بكمل نفس الريجيم بتاع يا ولاد هيمو دايناميكالي ان ستيبل، يا اما اعمل له عمليه يا اما اديله ثرومبوليتيك. لو عملت عمليه او اديته ثرومبوليتيك بعدها لازم اكمل على الريجيم بتاع الانتي كوايجولانت.
هيمودايناميك ستيبل انتي كواجلانت وخلاص حلو كده، وعالج السبب وشويه كلام احنا بنتيش احطه على اوكسجين. ايه رايك اديله انالجيزيك؟ ايه رايك معايا ولا لا؟ ها اديله فلويدز لو في ديهايدريشن كده، يعني تقعد تعالج العيان كايه؟ ها كسيمتوماتيك تريتمنت. على فكره مهمه طبعا البوليتم طبعا من الدروس المهمه، ممكن ينزل في ورقه الكارديولوجي او ينزل في ورقه التشيست ما يجراش اي مشكله. انت عايز تقول ايه؟ قول. بس انا بدو انها صغيره مش عملاني هارت كده مش عامله حاجه، فليها اعراض الاضطراب الترومبوليتيك او العمليه. اوكي طيب بص يا ولاد، من الاسئله المشهوره جدا تجميع بقى لو تقع عليها اصلا في الكارديولوجي عشان نخلص منها، وانصحكم حتى انا مش عارف هي موجوده في الكتب ازاي، بس انا عاملها في صفحه حلوه في كتاب النظري، يا ريت حد يبقى يديها للناس او ترفعها على جروب يعني. اللي هي الدفرنشال دايجنوز في التشست بين، انا عايزه بالمنظر ده. ايه المنظر ده يا دكتور؟ احنا نقسم التشست بين ده لمواضيع كبيره. قد يكون التشست بين بسبب مشكله في القلب، قد يكون التشست بين بسبب مشكله في اللنج الريسبيراتوري، قد يكون حاجه تبع الجي اي تي او حاجه في التشست وول او اذرز. لو كانت المشكلة في القلب ممكن تقولوا لي ايه امراض القلب اللي ممكن تعمل تشيست بين؟ انجاينا، ها ام اي، بريكارديت، ماشي. لو اعتبرنا البلمون الامبوليزم واحد منهم ماشي ما يقدرش حاجة. دايسكتنج اورد، مش كده يا ولاد؟ مش دول الحاجات دي الحاجات اللي الكبيرة العملاقة يعني؟ طب بالراحة طبعا مايتر فالف برولابس، اوكي يعني ماشي. اوكي ده دول الكبار. انا عايز في كل واحد من دول ايه اهم صفاته؟ واهم انفستيجيشن، فاهمين يعني ايه ديفرنشال دايجنوز؟ انا بعدد حاجات اهو، فهمتوني ولا لا؟ تعالوا على مستوى التشيست يلا. هنقعد نبص لبعض. فلورس. وفلورال انفيوجن. وتنشن يوموسور. ها؟ اللي بص بقى هو اي حاجه يعني مثلا ايه نومونيا او بالمونري امبوليزم او لانج ابسس او تيومر لو عمل افكشن لمين؟ للبلورس. صح ولا ايه ولا انا غلطان؟ طب انا اقول كلمه جي اي تي. جي اي تي امراض طبعا بيبتك اكثر صح. ها جيرز. ها اوستروجايتس. ها سواء في كان انفلاميشن ايتس او سباز او تيومر، مش ده كله كروموسومي بس بيعمل الم ولا ايه؟ طيب حلو، لما اقول لك وده كفايه. بص يا دكتور امال حاجات اخرى ممكن حاجات في السكين هيربو زوستر او حاجه في المصل مصل سترين او ممكن يا اولاد او ممكن يكون او يكون في الريبس مثلا فراكشر او حاجه او يكون على مستوى النيرفس حاجه نيورولوجيكال بين او حاجه في حاجه اسمها كوستن او حاجه اسمها تيز هنقولها واخد بالك يعني بيحصل كده كوستو كوندرايتس فدي حاجات. بصوا انا عايز كل حاجه من اللي كاتب كنت رصيت حاجات كتير عايز كل حاجه من اللي كاتب تقول لي اهم ما يميزها كلينيكال بيكشر واهم انفستيجيشن خلاص وبالذات حاجات كبيره يعني لما اقول لك كلمه انجاينا شوف انا هتكلم ازاي هقول ريترو سترنال او بريكورديال بين ميراديتنج تو ليفت سايد رايت سايد باك فروم روت تو امبيريكاس اي تايب اوف بين اكسبت ستيشن يوجوالي بريزنتيتد باي اكسرسايز ريليف ذا باي نايت انفستيجيشن اي سي جي اند مايوكارديال انزايمز تو اكسبلور انفاركت. تخبط كم صف؟ ثلاث اربع مش اكتر من كده مش اكتر من كده ما تقدرش تبتدي تنزل انجينا ده هبل هبل ها ما يقال الانفاركشن از انجينا بين بس مور سيفير مور برولونجد اند يوجوالي اسوشيتد ويز كومبليكيشنز از كذا 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 از يوجوالي شورت از هارت فيلير از اكوايرد بي سي دي رابتر ماي كارد مش عارف ايه اند دايجنوز باي بريزنس اوف اي سي جي ايفيدنس ان ايفنت اس تي سيجمنت باثولوجيكال كيو ويز توبوغرافيزم بلس بريزنس اوف ماي كارديال ماركرز اوف ماي كارديال انفايس. هل انا جبت سيره العلاج؟ اصلا ما حدش طلب منك العلاج، مطلوب منك ايه؟ حد طالما بتفرنشال دايجوز يوم واحد لو جبت سيره العلاج ده بالمره ما جبتش سيره العلاج انا مالي اصلا. طيب يا دكتور؟ طيب بريكارديتس شارب لوكالايز ستيتشنج بين بريكارديا مع الفتر نفس الاديشن اي سي جي كاركترايزد باي ان اليفيتد اس دي سيجمنت بين هول ليز بس اهو فاهم حاجه؟ فهمتوني ولا لا؟ انا بقول لك برمودري امبوليزم هنقول كاركترايزد باي ها اكيوت شيست بين واريثميا وهيمونتس شوك اند سايروز مي اوكير ان مازل بالمونري امبوليزم اند دايجنوزد باي بريزنس اوف دي دايمر بوزيتيف سبايرال سي تي بالمونري انجيوجرافي اور بيرفيوجن سكان.
ما كتبتش الصفحه بتاعت الانفستيجيشن، لقيت مين وهكذا. يلا ما يهمني اول ده ست الموقف بصراحه. هل كاركترايز باي سيفير بين الجاستريك اند سنترال اند شورتنج تو ذا باك، بيسمع في الانتر سكابولار اريا ويز ان ايكوال باس. حلوه دي. وديكريز بلاد بريشر اللور لمب احيانا، مش كده ولا ايه؟ and usually after trauma diagnosed by CT and MRI. هنجيب سنتر عليك mitral valve prolapse benign condition characterized by anxiety palpitation and chest pain due to strain of capillary muscle and diagnosed by echocardiography and doctor. والله سهلة ولا صعبة؟ يعني بقول لك cardiac pain، انا هقول دول وكل واحد انا شخصته ازاي يا اولاد؟ ما حدش يقول لك يا دكتور درجه السؤال كبير يا ابني، هتجيبها حاجات كتير اصلا. هي درجه كبيره بس الحاجات اللي انت هتجيبها اقوى المجال اللي يسمح بيه. هو انا هو كل هو احنا خدنا ده مش احنا واخدين ده اصلا في يوم، يعني فاهمني ولا لا؟ مش ده متاخد في المراجعه وكل يوم متاخد في سبع حصص اصلا. ده المايك ده حاجه كبيره جدا، وبعدين ده بياخد ايه وده بياخد وقت قد ايه ووقت قد ايه؟ انت مش فاكر الدروس كلها، اوعى تكون فاكر كده. اتفهمت اللعبه؟ طيب وعلى فكره هو سؤال تجميع. طب في الشفوي يا دكتور ادخل الاول قسم، انا حتى وانا بكتب في ورقه النظر او في الشفوي انا بقسم الاول، انا بقول له في كذا 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 وهرغي عليهم بعدين، بعد كده ديسكشن اوف امبورتنت بوينتس. حتى يا اخي لو الوقت ما اسعفكش وانت كتبت الاسباب كلها خدت عليها درجه حلوه وهو عارف ان الوقت ما اسعفكش، مفهومه؟ في الشفوي بيصير جدا والله. بصوا من اكثر اسئله الشفوي بندخل كده يقول لك قولي الديفرنشال ديفرنشال تشيستري. ها بص يا والله العظيم في طالب يدخل هنا يقول له ماي كوزن انفاركشن، وفي طالب يقول له في كاردياك كوزس، في ريسبيراتوري كوزس، في جي اي تي كوزس، ممكن يبقى حاجه ماسكولوسكيليتال كوزس وأذرز. حد فاهم يا ولاد؟ فهمتوني ولا لا؟ يبقى الكلام كده. هتقولوا لي على كلمه بلورسي فيشن لوكالايز الا لو كان سنترال دايفراجماتيك يسمع في الشولدر وبريفر يسمع في الابر ابدومن، وبيزيد مع كذا وبيقل مع كذا مظبوط. وهسمع عليه حاجه اسمها بلور الرب، واهم حاجه لو حبيت اعمل انفستيجيشن ممكن اكس راي. البلور انكلوجن هيبقى ضال ايشنج بين، واهم انفستيجيشن اكس راي فيها كذا، واعمل اسبيريزم وفرق الانواع بعضها. يوم الزورك اعمل اكس راي اهو برضه جاي في تيرنج تشيست بين وجاي اكيوت اونسر، وممكن لو كان تنشن يوم الزورك مع الشوك والحاجات دي، وبعدين اشخصه عن طريق الاكس راي وعن طريق حاجه اسمها مانومتر عشان انا اقيس البريشر. وهكذا. يعني اذا انت هتقعد ترص حاجات وتتكلم عليها، ودي مجمعها في الصفحه اللي قدام 101. دي صفحه مهمه يا اولاد التشست بين، حتى ماشي ما هو صفحتين يعني جنب بعض كده، فاحنا هنعملهم حتى صوروهم عشان تفرق الانواع كلها من بعضها. حلو الكلام؟ احنا كده تقريبا قلنا كل حاجه. في حاجه اسمها سليب ابنيا سندروم، اوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم. اوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم غالبا السبب بتاعها اوبستي، فالمنطقه دي تلاقي واحد رقبته تخينه حاطوا لها مقاييس مش عارف اكتر من 42 سم ولا ايه، تلاقي النيك سيركمفرنس بتاعته كبيره او واحده ست اكتر من 36 سم، يعني هو المنطقه دي عنده ثيك، فلما بيجي ينام كده البوستيريور تانج بيرجع لورا فبيقفل اللاركس فبيبدا يشخر بقى ويحصل له اوبستراكشن. او تكون مشكلته سنترال في الاكسجين درايف، يعني ايه؟ يعني هو لما بينام وادي اللي بتكتب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يعني لما بينام ليه؟ بيحصل انفلاميشن عند الكوستو كوندرا جنكشن، حاجه اسمها كوستو كوندرايتس، كوستو كوندرايتس، اوكي؟ تعمل طبعا تعمل اتيبيكال تشيست بين. بص يا ولاد، فبقول لحضراتكم ايه؟ ممكن يكون السبب بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا اوبستي، ممكن يكون حاجه سنترال، يعني عندي مشكله في الاكسجين درايف، عندي مشكله في الريسبيراتوري سنتر، وساعات يبقى ميكس الاثنين مع بعض. العين ده فظيع جدا، يجي ينام بالليل يدخل على السرير، حلو كده؟ اول ما يبدا ينام تلاقيه بيطلع ينام على ظهره بقى، تلاقي مزيكا اشتغلت، عمال يشخر، واخد بالك؟ فيبداوا يعدوا له، بعدين الثاني يقعد يشخر، وبعدين ايه؟ كل ما ركز معايا شويه، كل ما ينام وبعدين يبدا يشخر كده، وبعدين هو بيشخر ليه؟ هو ايه الميكانيزم في سنورنج ده؟ ان اللسان الكبير ده قفل المنطقه اللي جوه، فالهواء بيدخل من حته ضيقه فبقى بيعمل صوت بقى المزيكا دي، واخد بالك؟ فالفكره ان هو مش عارف يدخل اخر كويس، فيحصل له هايبوكسيا، فبعد كده يسحب وبعدين يدخل في نوم تاني وبعدين يصحى، وبعدين يدخل في نوم تاني يقعد. يعني لما عملوا له كده سليب ستادي ده ممكن يصحى 300 مره في الليل لوحده. ده بنام امتى يعني؟ ده كل دقيقه بيصحى، اصبح طول الليل اصلا ما بنامش، ما بشبعش نوم، انت عارف؟ ما دخلش في الجو العميق ده. فيجي اثناء النهار ينام على نفسه، وتلاقي ناس كده اصلا تلاقيه قاعد نايم يقول لك بس انا ما بنامش طول الليل.
يعني واحد على المكتب تلاقيه قاعد معاك وقاعد كده سعيد كده ونايم وبتتكلم معاه لو سبته شويه تلاقيه في ناس كده لو سبته ما اتكلمتش معاه شويه تلاقيه راح نايم واحد دول نام مش عمر اللي في الاولاد دي اي والله ده بسوء عربيه ولا حاجه هو بينام فتقول له لا ازاي بتعمل حاجه ليه اتكلم في التليفون يجوز واخد بالك ليه عشان ما ينامش هو سايق بعد مصيبه ده كارثه ثانيه الناس دول بص يا المصيبه انا هقول الكارثه هو فعلا راح للدكتور ولا دكتور انا طول الليل ايه صاحي وانا واجي النهار بنام على نفسي بشكل وحش قدام الناس في الشغل حتى بيقول نايم على نفسي كده واخد بالك بس انا ما بنامش طول الليل كويس بس وانا على المكتب بنام بقول له خلاص طول المكتب في الليل واخد بالك لا هو مش ده الدكتور القفص الكبير اللي ما يسمعش الكلام راح مديله منوم راح المنوم عمل سبريشن للفيروسات بالذات روح نايم واستريح واخد بالك فاحنا كده استريحنا هذا الدكتور مش فاهم حاجه دكتور والله مش فاهم حاجه يا ولاد ده زي هبل يعني دكتور طب نعمل له ايه يعني نعمل له ايه نعمل يعني علاجه ايه علاج السبب مش كده علاج السبب في كذا حاجه بص يا دكتور اول حاجه يخس ابدا اعمل دايت وخس دي حاجه بس عايز اركب له تيوب كده وهو نايم عشان تحافظ على الاكسجين وهو داخل اقعد معاه الدكتور انف واذن يعمل عمليه تجميليه اسمها مش عارف فارنج ولا رينج ومش عارف ايه بقى اسمها بلاج وفارنج ولا رينج بلس بيوسع المنطقه بحيث ان اللسان ما ايه انا ما اعرفش ان هو يقفلها كويس لكن طبعا العلاج هو لو خس الغموض بتحسن جدا لو ما كانش المشكله بتاعته سنترال او حاجه لوكال فدي كلمه اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم حلو الكلام كل اللي انا هقوله في العملي والبتاع ده والسيمبتومز هقول الهيموبسز والكف والحاجات دي بشرحها في العملي اوكي ماشي الحال هتقولي صفحه في الاسئله يا ولاد